الانتهاكات اللي حضرتك بتقول عليها دي احنا اللي بنطالب بالمحاسبه عليها. عارف انتهاكات اللي هي ايه؟ ان انت عرضت صور مجتزاه من السياق واهنت وخالفت قانون 71 لسنه 2006 اللي النائب حسني حافظ بيتكلم على صالح المرضى. طب يا معلش فندم معلش، انا ممكن غدا ممكن ساتقدم ضدك ببلاغ للنائب العام، لان انت للاسف استغليت دورك الرقابي تمام كمجلس نواب في ان انت تعمل شو على حساب عيانين. يا فندم احنا بقالنا 5 ايام داعين حضرتك ان انت تيجي تزور المستشفى وتشوف الصور اللي انت عرضتها دي صح ولا طيب لا، نسمع اجابه وتقعد ساعتين. انا نسمع. عايزك تقعد ساعتين في طيب. القسم مع التمريض تمام، تشوف العيانين طيب. وتشوف التمريض بيعملوا نسمع ايه. اجابه مش هياخد قاعد في التكييف وتقول انتهاكات مين قال لك النائب محمد مين قال لك؟ استنى بس يا فندم، ما تيجوا يا فندم، ما تيجوا تشوف العيانين. ما تيجوا، شايف ايه؟ شايف كلام في الاعلام خلاص. اتهامات شديده النهارده القاء الضوء على التمريض وعلى كده. يا فندم ما تيجي زور. انت بتحول الدكتوره اليزابيث شاكر جت. لا مش بحول بشار، انا بوريك انتهاكات. طيب ماشي خلاص، نسمع الاستاذ محمد. احنا بنتكلم في الاخر القاهرة عملت محطة تقوية محمول في مدخل المستشفى. بقالك بقالك ايه؟ في شهر 5 يا فندم. يا دكتور يا فندم، ودعيناها وبعت للإعلام. يعني النهارده جاي تتكلم وتتكلم بس. لا يا فندم مش النهارده. طيب. يا فندم حضرتك كنا مغيبين عن الواقع. الدكتورة اليزابيث الشاكر حضرت الوقفة يا فندم. ممكن انهي الحلقة على فكرة. حضرت الوقفة. انا ممكن انهي الحلقة. لا يا فندم لا ممكن. حضرتك بيقول لي جاي دلوقتي. يا دكتور أمراض نفسية يعني المفروض تبقى هادي في الكلام. هادي. يعني استاذ محمد، انت في الاخر لازم نوصل لهدف المرض. واحد وقت المريض دلوقتي ايه يا فندم؟ حضرتك انت بتتكلم في قصه ثانيه، محمول وبتاع.